It's 3 months now since the outbreak of coronavirus, and the sun still shines over Cairo City. Theaters, cinemas, and most entertainment and cultural centers are now shut down, and remaining so for an unknown period of time. In the heart of Cairo, we met Naeem, a young puppeteer who makes puppetry performances for a living. Or shall we say, used to. Naeem, who works mainly independent, suffers greatly due to the new coronavirus measures. He somehow finds himself strained and isolated. أنا بشتغل بتاع عرايس ماريونيت وكده بعمل عرايس ماريونيت باستخدام الخشب بالأساس أو خامات ومواد تانية أنا بشتغل في المجال ده تقريبا من سنة 2000 اشتغلت في العرايس من سنة 2000 عملت وان سيزون مع عالم سمسم كنت بشتغل رايت هاند خوخة وبعدين اشتغلت في الساقية كنت جزء من فريق العمل اللي صنع عرايس أم كلثوم وكل مسرحيات مسرح الساقية العرايس من 2006 أفتكر لغاية 2014 ورحت مرة وحيدة إنجلترا اتعلمت فيها صناعة العرايس الماريونات خشب باستخدام العدد اليدوية اللي هو الأزاميل والمبارد والشغل اليدوي ده دلوقتي أنا فريلانس أنا بشتغل من البيت دي الورشة بتاعتي أو يعني الجزء المخصص للشغل وكده Despite the negative impact of the crisis, Naeem seems to be adapting with the new situation and planning further ahead. بما ان انا يعني فريلانس انا بعمل عروض وان مان شو بالعرايس بتاعتي فكده عاده كنت بلم العرايس واخدها في رحله يعني اعمل عروض والحاجات دي وكده بس طبعا من ساعه ما ابتدت الازمه بتاعت كورونا فكل الاماكن المتاحه للعروض للاسف اتقفلت يعني وكده ومن ناحيه تانية برضو انا كنت مهتم قوي بالتدريب يعني تدريب الناس انهم يعملوا عرايس سواء اطفال او كبار سواء عرايس محترفين او حتى عرايس من المخلفات والشغل التنميه برضو ده توقف تماما من ساعه ما الازمه بتاعت كورونا ابتدت يعني وكده The closure of entertainment and culture centers, either governmental or private, affects artists like Naeem greatly. leaving him in huge shortage of financial and psychological support. طبعا يعني في اكيد تاثيرات ايجابيه وفي تاثيرات سلبيه يعني على موضوع كورونا والجائحه دي فمن ضمن الحاجات السلبيه طبعا انه زي ما كنا بنقول الاماكن توقفت تماما مفيش اماكن عروض مفيش workshops كان في جزء من شغلي بيعتمد على طلبة الجامعة طبعا مفيش جامعة خصوصا الجامعات الفنية اللي هي يعني فنون جميلة وتربية فنية وكذا فدلوقتي طبعا مفيش جامعة بس في ميزات من ناحية تانية يعني في ميزة زي ما كنت بقول انه فكرة الفراغ والقعدة في البيت وكذا وخصوصا الورشة في البيت والشغل في البيت يعني مش عامل مشكلة بالعكس هو مديني مساحة أكبر كده إن أنا يعني أفكر أكتر ومخمخ وأجرب وممكن أقوم أجرب حاجة في أي وقت في اليوم مش مضطر أنزل أروح الورشة Although some might assume it easy, puppetry proves to be a quite complicated job, beginning from character design to wood carving and manufacturing. A whole complicated and detailed process lies ahead. يعني صناعة العروسة الحقيقة برضو ملهاش وقت محدد يعني ما اقدرش اقول بتاخد مني وقت قد ايه لانه في عروسة ومشروع ممكن ياخد شهور
زي مثلا مروان ده بالظبط 3 شهور انا فاكر كويس، لانه كان في بحث وتجديد في حاجات معينه يعني وكده، بس مش ستاندرد لانه في عرايس ممكن تاخد وقت اطول، وفي اوريدي عرايس مشاريع بقالها سنين مفتوحه ما خلصتش يعني. فما اعرفش يعني، ما اعرفش العروسه ممكن تاخد مني وقت قد ايه، بس في نفس ذات الوقت ممكن انجز عروسه في 2 3 ايام او حتى في قعده يعني، ممكن اعمل عروسه في وقت صغير جدا وقياسي. وغالبا دي اللي هي اللي بتبقى العرايس اللي يعني مش عايز اقول يعني العرايس العاديه يعني اللي ما فيهاش تحدي كبير ولا حاجه عميقه يعني، العروسه الطبيعيه كده ممكن تخلص في وقت سريع وقياسي. والحقيقه جربت عملت الحقيقة جربت أعمل كده كذا مرة يعني، لما كنت بشتغل في الساقية أحيانا كان بيطلب نخلص العرايس اللي هتبقى جاهزة للعرض بعد أسبوع 10 أيام، وبيبقوا مثلا 15 عروسة ولا حاجة كده، وكان بينفع. طبعا طبعا أكيد ما كنتش بشتغل لوحدي يعني، طبعا كان في جيش يعني من الفنانين، كل واحد بيعمل شغلانة مخصوصة جوه العرايس. بس في الحالة في حالتي يعني، لما بقيت فريلانس وكده، لا بقيت اعمل كل الحاجات بنفسي اكتر، وبالتالي ممكن تبقى بس العروسة تاخد وقت اطول وعلى حسب امكانياتها وشكلها يعني. Despite the difficulties and strains of being a modern puppeteer, Naeem is thriving with his puppets, or his children as he calls them. He's optimistic about the future and nearly certain that he'll survive this crisis and perform again on stage someday. I wish, live the future to prevail. Reham, Emam, AUCTV.